قبل كده اتكلمنا عن قضية الغيبة، وان الغيبة دي على فكرة هي كبيرة من الكبائر وحرام باتفاق اهل العلم، لكن بعض الناس بيعمل فيها ذكي فبيقول والله انا ما اغتبتش، بس انا كنت قاعد بسمع الانسان اللي عمال يغتاب، صاحبي هو اللي كان بيتكلم لكن انا ماليش دعوة، انا كنت بسمع بس. انتوا عارفين ان المستمع والقائل شريكان في الاثم، الاثنين بياخدوا نفس الاسم. الدليل على ذلك الحديث، حديث ابي برزة الاسلمي، أن الأسلمي لما زنى ورح للنبي وأقر على نفسه 4 مرات بالزنا وأقام النبي عليه الحد، 2 واحد بيقول للتاني انظر إلى هذا الذي ستره الله فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. يعني ربنا كان ستره، ليه أصلا بيروح يفضح نفسه؟ واحد اللي قال، التاني ما اتكلمش، التاني سمع النبي عليه الصلاة والسلام كلام ده، وشاف النبي التاني هو واقف وما قالوش حرام عليك واتقي الله وما ينفعش اللي انت تتكلم بالكلام ده، لكن النبي عداها لفترة بسيطة جدا، وقت بسيط جدا. مر النبي بجيفة حمار شائل، حمار أعزكم الله ميت وبطنه كده مرتفعة، فالنبي قال فين فلان وفلان؟ الاثنين، القائل والمستمع. فراحوا للنبي قالوا له احنا ويا رسول الله، قال كلا من جيفة هذا الحمار. فقالوا له غفر الله لك، مين اللي يأكل من جيفة هذا الحمار؟ قال لقد أكلتما أشد من هذه الجيفة مما نلتما من عرض أخيكما، والله إنه الآن في أنهار الجنة، والله إني لأرى لحمه بين ثناياكما، وفي رواية بين أنيابكم. فما تعملش ذكي وتقول والله ده فلان هو اللي اتكلم وأنا ساكت، لا، قل له اتق الله حرام عليك لو ما سكتش، قم أنت وما تسمعش الغيبة والنميمة وما تكونش شريك للقائل في الاسم.